من المعروف حول العالم أن الثعالب توصف بالخداع والمكر، ولكن ثعلب الحضارة الصينية هولي جينغ، الحضارة الكورية غومي هو، والحضارة اليابانية كيتسوني يوصف بأكثر من ذلك. معكم خالد من قناة علم الأساطير، وقبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك اللي يعبر عن دعمك، واشترك في القناة لو مو مشترك، وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة، ونبدأ في الفيديو. ثعلب هولي جينغ، غومي هو، وكيتسوني، الأساطير الثلاثة متشابهة لدرجة كبيرة، وغالبا ما يكون مصدرها واحد. جميع الثعالب الثلاثة أشكالها متشابهة، وما في اختلاف بينهم من ناحية الحجم، فثلاثتهم متقاربين لبعض. ولكن من ناحية الطبيعة، الثعلب الكوري غومي هو، واللي أيضا يطلق عليه كومي هو، يمتلك طبيعة شريرة فقط، بخلاف الثعلب الصيني هولي جينغ والثعلب الياباني كيتسوني، فاثنينهم يمتلكوا طبيعة شريرة أو خيرة. جميع الثعالب عندهم القدرة على التحول لشكل بشري، وبالتحديد نساء بشريات، ولكن التحول دائما مو قاعد يكون مكتمل، إما أن الأذن تكون أذن ثعلب نفس ما هي، أو الذيل يكون موجود. والثعلب الوحيد اللي عندها القدرة على التحول لرجل أو لأي جماد غير التحول لشكل امرأة فقط، هو الثعلب الياباني كيتسوني. تحول كيتسوني لجماد امرأة أو رجل من الممكن أن يكون الغرض منها التلاعب والخداع لو كان طبيعته شرير، ولكن هولي جينغ وغومي هو اللي عندهم إمكانية التحول إلى أشكال نساء فقط، الغرض من تحولهم هو إغواء الرجال واسقاطهم في مصيدتهم. هولي جينغ يقوم بامتصاص الطاقة من الرجال لين ما يموتوا، أما غومي هو فيقوم بأمرين، إما أنه يمتص الطاقة من الرجال لين ما يموتوا، أو يأكل أكبادهم وقلوبهم. وفي شرط لو حققه الغومي هو بيتمكن أنه يتحول إلى إنسان مكتمل، وستزال عنه طبيعته الشريرة، والشرط أنه يستمر لمدة 1000 يوم بدون ما يتغذى على كبد، قلب أو طاقة بشري. الثعالب الثلاثة عندهم خاصية العيش لعقود طويلة من الزمن، وكل ما زاد عدد ذيول الثعلب كل ما زادت قوته، والطريقة اللي تزداد فيها عدد الذيول هي العيش. فلو عاش أي ثعلب من هذه الثعالب الثلاثة لمدة 100 سنة بينمو له ذيل آخر، فبعد مرور مئات السنين تنمو ذيول غومي هو إلى أن تصل لحدها النهائي 9 ذيول، فيصبح غومي هو مكتمل، وتنمو ذيول هولي جينغ إلى أن تصل إلى حدها النهائي 9 ذيول فتكتمل قوته، وتنمو ذيول كيتسوني إلى أن تصل إلى حدها النهائي 9 ذيول فيصبح كيوبي نو كيتسوني، ثعلب الذيول التسعة، الثعلب المشهور اللي ظهر في أنمي ناروتو. من أشهر القصص عن ثعلب الذيول التسعة هي قصة تمامو نو ماي. بدأت القصة لما عثر زوج زوجته في الغابة على طفلة رضيعة متروكة وحيدة، فأخذوها خوفا عليها وربوها كأنها ابنتهم. كبرت البنت وكانت مميزة جدا وذكية، وتعلمت القراءة والشعر في سن مبكر جدا. كبرت الفتاة اللي هي تمامو نو ماي، وأصبحت خادمة في قصر الإمبراطور توبا. اشتهرت بتميزها واتقانها لكل شيء، لين ما أعجب فيها الإمبراطور توبا وصارت زوجة له. مع مرور الأيام صار الإمبراطور مريض، وكل ما تمر الأيام كل ما يزداد مرضه، ووصل لدرجة أنه ما يقدر يقوم من فراشه. عجز جميع الأطباء عن علاج الإمبراطور أو معرفة سبب مرضه، فأمر الإمبراطور أنهم يستدعوا أحد أمهر الكهنة لمعرفة سبب مرضه. وصل الكاهن، وبعد فترة وجيزة علم أن تمامو نو ماي هي السبب في انتكاسة الإمبراطور. أخبر الإمبراطور وقال له أن تمامو نو ماي هي السبب في هذا الأمر. ما صدق الإمبراطور هذا الكلام، فقال الكاهن عشان يتأكد بيقوم بطقوس تطهير، وأي روح خبيثة أو شريرة ما بتتحمل التواجد في هذه الطقوس. استدعوا تمامو نو ماي لحضور الطقس، في البداية رفضت ولكن أجبروها. بدأت طقوس التطهير، وكان حال تمامو نو ماي عادي جدا، وفجأة بدأت تظهر ذيول وآذان الثعلب
لين ما انكشف الشكل الكامل لثعلب الذيول التسعة اللي كان غرضه قتل الإمبراطور والاستيلاء على عرشه. بعد انكشاف هيئته الحقيقية هرب الثعلب من القصر وتبعه 80,000 من مقاتلي الإمبراطور توبا بقيادة 2 من أعظم المحاربين كازوسا نوسكي وميورا نوسكي. مرت الأيام والليالي والمقاتلين في مطاردة ثعلب الذيول التسعة تماما ومعي، وكل ما يقتربوا منه يطلق عليهم أوهام، وهذه من القدرات اللي تمتلكها هذه الثعالب الوهم. وبالرغم من الأوهام اللي قاعد يطلقها الثعلب، واستطاع المحاربين أنهم يعثروا عليه وأطلقوا عليه سهم أصاب عنقه وقضوا عليه. للأسف مات الإمبراطور توبا وأيضا مات وريثه، واندلعت حرب استمرت لخمس سنوات من أجل الحصول على الملك، وكل هذا يلام عليه ثعلب الذيول التسعة تمامو نوماي. ظهرت هذه الثعالب في أنميات لا تعد ولا تحصى، عشان كذا ما بذكر أنميات معينة لأنها معروفة ومنتشرة في كل مكان. وهذا الفيديو إهداء لإياد وخالد، وفي أمان الله.